الدوافع الرئيسية والمباشرة لعودة الحراك؟ يعني احنا نعود لأول شيء الثقة بالحكومة تكلم نعم. منه جدا حقيقة. والنواب أيضا ذكر لا أنا أقصد الحقيقة أنه الآن احنا عندنا نواب بدون شك أنه يخضعوا لضغوط كبيرة جدا نعم. ومن كبارهم من يقول أنا بظل أفكر حتى يجي لي التليفون. من هو الذي يضغط؟ أنا بس مش بقصد المقاطعة. أنا بهمني جدا أنا أتكلم نعم. يعني شوية خلينا نحكي بصراحة. أتكلم بصراحة وبشفافية. إخواننا بالأجهزة المخابرات عندما يتدخلوا في أداء مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب حقيقة هذا عدم ثقة بالشعب الأردني. نعم. هم حارسين على البلد وعلى حدود البلد وعلى الأمور المتآمرين من خارج البلد، لكن يجب أن يعطي النائب أو الوزير أو العين أو ولكن ما يتحدث به الأخ طارق يكون متعلق بثقة الشارع الأردني بالنواب. الآن أنا أقصد هذه النقطة مفقودة يا سيدي، هذه النقطة القضية الأساسية. نعم. أن النائب أحيانا يتصرف تصرفات، بعض النواب يتصرف تصرفات ويتكلمون بهذا الموضوع، احنا ككتلة صلاح ولا حد يحكي معنا نعم. في الموضوع يعني لهذا، لأن احنا حزبيين وعارفين الحزبي، وذاك احنا نؤمن بأنه تكون الحكومة حزبية حتى تأخذ مداها وتحاسب من حزبها ومن الحكومة على السواء من الشعب. الآن القضية احنا عندنا التدخلات الأمنية في بعض النواب وفي مصالحهم وفي أنك تيجي ولا ما تيجي في مرات جاي وغير ذلك، ونتكلم عن سيرة ذاتية على عشرات السنين السابقة تكلم في أداء هذا. أما بهمني جدا الحقيقة أن الحكومة أن تكون لها شفافية كبيرة جدا بالحديث مع مجلس النواب ومع الشارع على السواء، أن تكون يعني ضرب الأستاذ مثل قضية الطاقة والحديث الآن، أنا كوني مهندس بترول وأنا أعرف ما أقوله، وأنا مهندس مياه وأنا أعرف هالملفات حافظها زي اسمه. أنا حكيت لدولة الرئيس قلت له ملفات الوزراء إحنا عندنا كتنظيم ملفاتهم كلها موجودة، كل تحركاتهم كل اتجاهاتهم غير ذلك، لأنه أنا بهمني جدا أن أكون بعد الله سبحانه وتعالى رقيب على أدائهم. الحكومات المتعاقبة ما فيها الحكومة السابقة والحكومة الحالية حتى الآن، وأنا تكلمت في كلمة الثقة، أن تكون لديها شفافية ووضوح للشارع الأردني. الشارع الأردني ليس غيره من الشعوب، يتدخل في كل شيء ويحب أن يتابع كل شيء، مطلوب منه صحيح شغلات كثير الشارع الأردني، لكن أيضا مطلوب من الحكومة تقول وضعي 1-2-3 ملف البترول وحصة الحكومة من مما يستورد البترول، وأنا تكلمت عن ولحد الآن لم يأتيني الجواب إنه هل في فعلا شركة العقب البترول أعطيني نعم. هل شركة مصفات البترول عندما أعطيت قول مرحلة الرابعة في التطوير جيد، الآن شركة البترول الوطني هل بيأخذ صلاحيات كبيرة جدا في استكشاف البترول؟ يعني هذا جزء من القضايا والمسائل الرقابية، ولكن احنا يعني بما